بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو بالتخمين نحن في اليوم سيدنا الثاني. ولا إذا أمكن غلق المايكات. غير قد تختلف عن فعلة نحن في اليوم الثاني من دورة الذكاء الصناعي استخدام روبوتات المحادثة تشات جي بي تي. عنوان الدورة اليوم Empowering Education and Training with AI، تقوية تقوية التعليم والتدريب باستخدام أدوات الذكاء الصناعي خاصة تشات جي بي تي. هذا اليوم عفوا دكتور. نعم نعم دكتور. عفوا أنا عاجز، يعني كان أكو تليفون دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في اليوم الثاني من دورة روبوتات المحادثة، واليوم الثاني مخصص للتعليم وللتدريب. فعنوان الدورة اليوم Empowering Education and Training، تقوية التعليم والتدريب باستخدام تشات جي بي تي. التركيز اليوم عن تشات جي بي تي. الدورة مقدمة من مركز التطوير الاستراتيجي التابع لنقابة الأكاديميين، واحد من أهم مراكز التدريب موجودة حاليا في العراق، بميزات كثيرة طبعا المصداقية، وكذلك أعتقد هو المركز الوحيد اللي شهادات مالته ترسل إليك للبيت. يعني إذا أردت الشهادة، قيمة الشهادة رمزية أعتقد للاعتيادي مو الدولية ب10,000 دينار، توصلك للبيت لبيتك. فالمركز طبعا جدا هم قوي بالترتيب التقني للدورة، وطبعا هذا بفضل دكتور علي الجابري، مشكور جدا. نأتي إلى طبعا شوية عذروني، الصوت عندي تحسس شوية عالي، فالصوت شوية بإشكالية ممكن، لكن اللي حشرحه أي شيء ممكن تسجله، ممكن نتناقش به لمدة طويلة، يعني ما عندي أي إشكال. تشات جي بي تي مهم جدا في لاستخدامه لتسهيل أمر التعليم، تقوية التعليم والتدريب، وحنشرح هذا الموضوع شلون. طبعا الكثير ينظرون إلى تشات جي بي تي بأنه خطر على منظومة التعليم الحديثة، بسبب بأنه ممكن بأنه يحل فروض الطلبة. الموضوع مجرد بأنه الانتقال إلى مرحلة أحدث، يجب أن نفهم هذه المرحلة، نعرف كيفية التعامل معها، حتى يمكننا بأنه شلون نستفاد بالأكثر وننهي العيوب الموجودة في النظام. أنا أمشي لأن أنا هذا المواضيع شرحتها. كيف ممكن أن يستفاد الطالب أو المتعلم من الذكاء الصناعي؟ أول شيء التعليم التلقائي، التعليم الشخصي. تشات جي بي تي يوفر بيئة للتعليم الشخصي، ممكن لأي شخص بأن يسأل مجموعة من الأسئلة، وممكن بأن يتم الإجابة عليها بهيئة خطوات. كذلك إذا كان لم يفهم موضوع معين، ممكن بأن يرد يسأل لأي عدد من المرات، بحيث يوصل إلى الطريقة اللي ممكن بأن يفهم بها المادة. أوكي؟ فهذا واحدة من الأمور المهمة جدا، بأنه التعليم التلقائي للطلبة. الثانية التصحيح التلقائي، الأوتوماتيد جريدينج and feedback، والاستجابة التلقائية. لحد الآن الموضوع مو 100% موجود، لكن مع ذلك أنا خليت أمثلة وكيفية استخدام هذا الموضوع، وهو يستخدم خاصة في الامتحانات الإلكترونية. نظام التدريب الذكي،
ممكن تدريب الطلاب بطريقه ذكيه حسب المقدره مالتهم. منصات تدريب، اكو منصات تدريب يعني بنيت على اساس تشات جي بي تي، وكذلك ممكن ان اي شخص بان يبني بخطوات بسيطه منصات تعليميه من خلال تشات جي بي تي. نقول المحاكاه الشبه حقيقيه للاعمال اليوميه، هذا هم يعني خال بي مثال حنشوف شلون ممكن بان يساعدنا. وكذلك الاخر شيء اللي هي التعليم عن طريق المحادثه، لانه هو برنامج محادثه. هذا اكثر الفروق يعني عن ليش ما اخذت انا بالتعليم برامج اخرى. الثاني بالاول يوم انطيتكم امثله عن برامج اخرى، كذلك باخر يوم بالبحث حتشوفون اكو احنا نستخدم برامج اخرى، لكن بالتعليم اخذت تشات جي بي تي لانه برنامج محادثه يتكلم مع الشخص كانه مدرب ذاتي او معلم. فهذه الصفه مالته الميزه اللي تفرق عن باقي البرامج. فاحنا حناخذ التشات جي بي تي 4 وناخذ التريننج الليرنينج والتريننج وناخذ المحدودات اللي موجوده للبرنامج. هنا اكو تساؤل، نبدي بالمحدودات. كيف بانه تشات جي بي تي برنامج ذكاء عالي المستوى بامكانها التحليل الدقيق لاي محتوى يدخل، ومع ذلك ممكن بانه يرتكب اخطاء بسيطه او يزودنا بمعلومات نقول غير دقيقه. اوكي، هذا السؤال المهم اللي الكثير يسال عنه. طبعا تشات جي بي تي هو ليس بديل للبشر. هواي اكو يعتبرون بانه تشات جي بي تي وصل بان يكون بديل للبشر، لا. تشات جي بي تي مجرد بانه برنامج يعتمد على خوارزميه ذكيه جدا لاسترداد معلومات مسيفه داخله، او الميزه الثانيه بانه يستفيد من المستخدم نفسه، الفيدباك مال المستخدم، التصحيح مال المستخدم لتطوير نفسه. يعني بحد ذاته ما عنده تفكير منطقي، التفكير المنطقي لحد الان للبشر فقط. هاي لازم انتم تاخذوها في عين الاعتبار. فالاسباب الاهم التريننج داتا ليميتيشن، بانه تشات جي بي تي بقواعد، هذه القواعد مأخوذة من الانترنت، مصادرها من الانترنت، لهذا إذا كانت هذه القواعد بها خطأ هو حينطينا الخطأ نفسه. أوكي؟ هذا الأول. الثاني بأنه الشات جي بي تي هو ذكاء صناعي نصي، لا يعمل بالأفكار المنطقية، لا يستخدم المنطق، المنطق فقط البشر يستخدمه، لهذا فممكن أن يخطأ. الطريقة الثالثة طريقة إدخال المعلومات، إذا كانت إدخال المعلومات تم بشكل خاطئ فأكيد النتيجة حتكون خاطئة. كذلك في بعض الأحيان إذا ما فهم ممكن بأنه استخدام البدائل، لأنه الكتابة وحدها ممكن بأنه البرنامج ما يفهم أنت ايش تقصد. كذلك عدم استخدام الأقواس والكوتيشن للشغلات المهمة، الأمور المهمة اللي عندنا بالسيرش، هذا ممكن همينة بأنه يؤدي بأنه النتيجة مع البحث تكون خاطئة. هنا نجي هسه كيفية تحسين هذه العيوب الموجودة. يجب بأنه ننطي كلام مفهوم واضح ومفهوم، هذا يساعد لتوليد نتائج أكثر دقة. كذلك يجب أن ننتبه من المعلومات اللي يعطيها الشات جي بي تي، خاصة باستخدام المسائل، حلول المسائل المعقدة. يفضل بأنه إحنا ننطيه مصدر اللي يأخذه منه، إذا ما قدنا له المصدر حيأخذه من أقرب مصدر،
وهذا المصدر قد يكون خاطئ. إذا كان نشوف بأن الأمر ما منطقي، ممكن نستخدم الـ regenerate response، حينطينا حيحاول بالعثور على جواب أكثر منطقية. هاي الأمور اللي مفروض إحنا نخليها في بالنا عند استخدام الشات جي بي تي. هسه إحنا أول شيء كيف يساعد الشات جي بي تي في حل المسائل الرياضية المعقدة للطالب أو تقريبا لمادة التدريسية. طبعا المساعدة مالته بأنه يحل خطوة خطوة. خلينا نشوف الأمثلة. مثلا إذا أعطيناه هاي المعادلة الجبرية 3x زائد 4 يساوي 10، الشات جي بي تي ريسبونس حيكون ستيب باي ستيب. تشوفون مقسمة إلى ستيب. أول شيء قال نقص صحيح، بعدين نعوض المعادلة وطلع المجهول. هذا في حال بأن المعادلة كانت بسيطة. إذ حتى لو المعادلة كانت معقدة حيحلها بخطوة خطوة وحيشرح كل خطوة. لهذا هذا الموضوع مهم جدا للطالب على مود يفهم كيفية حل المسألة. كذلك الأستاذ إذا شاف أكو مسألة معقدة وما دا يعرف شلون يوصلها للطالب، فممكن الاستعانة بشات جي بي تي بأنه يحل هاي المسألة خطوة خطوة. هل ممكن استخدام اللغة العربية؟ طبعا ممكن استخدام اللغة العربية خاصة في حل المسائل، ماكو أي إشكال. مثلا أنا كتبت له حل المسألة، تشوفون طبعا أنا أخذت الموضوع كوبي بس، هو خلاه بصورة خاطئة، خلاه من الإنجليزي، ماكو إشكال، هو حيفهم الموضوع. فنشوف الريسبوند مالته كتب المسألة بصورة صحيحة، ما تخربط بين العربي والإنجليزي. وأهم يعني انطاها على هيئة ستيب. نبدأ بطرح العدد من الطرف الأيسر، نقوم بقسمة الطرفين وهكذا. اعتيادي الإنجليزي حيكون الشرح أوفر أدق، لكن اللي يريد بالشرح باللغة العربية موجود متوفر. خلينا نشوف مثلا شوية نعقد الموضوع. مثلا إذا سألناه اشرح نظرية فيثاغورس أو كيفية استخدامها لإيجاد الطول لزاوية مستقيم مثلا، حيشرح النظرية تشات جي بي تي أي نظرية ممكن حيشرحها وحينطي مثال إلها. هذا المثال أنا استخدمت التشات جي بي تي الفري فيرجن. من استخدمت المدفوع، استخدمت طبعا المدفوع بالعربي، طبعا هو ده يكمل المسألة. المدفوع النسخة المدفوعة الميزة مالتها بأنه مباشرة أنطتني مثال لاستخدام نظرية فيثاغورس لإيجاد الطول الضلع، فمباشرة أنطاني مثال وأنطاني الحل و الستيبس كما هي موجودة. طبعا هاي كتبتها باللغة العربية، ممكن باللغة الإنجليزية، وقلنا باللغة اللغتين هو يستقبل اللغة الإنجليزية، حيكون الشرح شوية أكثر وأدق. الطريقة الثانية ممكن نستخدم الشات جي بي تي في تعلم اللغة الإنجليزية، ممكن نستخدمه في تحسين طريقة الكتابة بالنسبة للإيميل. مثلا هذا كيفية تحسين الكتابة بالنسبة للإيميل. سألنا شات جي بي تي نصيحة كيفية تحسين الكتابة للبريد الإلكتروني، حينطينا خطوات عملية لكيفية تحسين الكتابة مالتنا للإيميلات. مثلا clear subject line، اسم الموضوع واضح، وينطي شرح لكل واحدة. Professional tone, structure. وإذا نريد نسهب ممكن أن يسهب، ممكن بين كل وحدة نقول له نريد مثال عليها، حينطينا مثال.
اكو موضوع في تشات جي بي تي، هي المحدوديه لبعض الامور. فمثلا انت تقول له للتشات جي بي تي اكتب لي كود المعادله او اكتب لي الفورمه المعادله المعينه، هيقول لك اني ذكاء صناعي وما اقدر اكتب معادله. فللاحتيال عليه لازم تذكر له اكتب لي كمثال، اكتب لي مثال عن كود معين، اكتب لي مثال عن شيء معين. من تقول له اكتب لي كمثال هيكتب لك الموضوع بالكامل. تعلم برنامج جديد نفس الشيء، ممكن بأنه نقول له أي برنامج إحنا نريده، مثلا ها جايدنس، جايدنس حيعطينا خطوات طبعا، هاو تو ليرن ا نيو سوفت وير. إذا نقول له جايدنس حيعطينا خطوات أولا وثانيا وثالثا. الأفضل بأنه تروح إلى أمر أكثر دقة، مثلا نقول له هاو كان أي ليرن مايكروسوفت إكسل، وتكتب له إن 3 داي إن 4 داي. هنا حيبدي هو يكون أدق المعلومات مالته. هنا شخص تعين ككوستمر كير او كوستمر كولينج سنتر، رعاية زبائن او للاجابة على الزبائن، ما عنده قدرة على التواصل، جديد بعده، يشعر بالخجل، الكلمات ما تجي، تشات جي بي تي ممكن يوفر له محاكاة لعميل على مود يتدرب على هذا الموضوع. اوكي شلون يقول له؟ مثلا تقول له I want to simulate customer server training، او حتى بالعربي اذا تريد بالعربي، او اذا كانت المهنه مالتك بالعربي، اريد محاكاه لشخص شو نسميه شخص خدمه زبائن. حيث تشات جي بي تي يعمل ككوستمر، وكانه حيوجه اسئله كانه كوستمر حقيقي، وانت عليك الرد عليها. اوكي فهذه احدى الميزات الموجوده في تشات جي بي تي اللي ممكن الاستفاده منها. شخص ثاني مثلا ميديشن معالج، تقول له بانه انا اريد انت تكون كمعالج، محاكاه لمعالج للتدريب، حيشتغل همينه كمريض، يسال المعالج فيساله عن امور حقيقيه، امور شخصيه، والمعالج يجب ان يبدا، الشخص يجب ان يبدا بالجواب. فهذا الموضوع المحاكاه حيساعده في عمله. نجي على الشات والاكسل فورمولا، هنالك العديد من الاضافات بين الشات والاكسل فورمولا، لكن بالطريقه الاعتياديه، احنا اذا نكتب بايجاد اي فورمولا مثال لمعادله في الاكسل، الشات جي بي تي حينطينا هاي المعادله، والى حد الان المعادلات مالته صحيحه بنسبه 90%. يعني مجرد بانه اكو اختلاف بين الاصدارات، قلنا بانه تشات جي بي تي وقف سنه 2021، فاكو شويه اختلافات بعده ما مواكبها. هذا الخلل اللي المفروض تشات جي بي تي 4 يتغلب عليه، من حيكون مربوط بالانترنت مباشره. مثلا اذا ردنا نشرح له، يشرح لنا الداله سم، داله الجمع، جمع. طبعا انا قلت انا اسف شويه صوتي بيجي اشكال. يشرح لنا دالة الجمع sum function، حيشرح الدالة الموجودة the sum function in Excel used to add number، وينطينا الصيغة مالتها، ويعطينا مثال للجمع. اوكي مثلا الدالة VLOOKUP، الـ vertical lookup، الدالة المهمة بالاكسل اللي تستخدم للبحث عن المعلومات، همينا شلون نستخدمها او كيفية استخدامها لايجاد قيمة في جدول. حيبدي يشرح الدالة شرح بسيط،
ويعطينا مثال كيفية استخدامها ويشرح هذا المثال. أوكي؟ واعتيادي مع مثال. إذا ما انطانا مثال، النسخ المجانية مرات ما تنطي مثال مباشر، تنطي فقط الشرح. فمجرد بأن نقول له please give example أو give example of this formula، حينطينا مثال عن استخدام هذه الأداة. نجي هسه إلى موضوع مهم جدا مفيد جدا، إنه عرفنا بأنه ممكن يستخدم لحد الآن الدوال وحل الرياضيات. إذا أردنا بأنه يساعدنا في كتابة الأسئلة الامتحانية، الكثير من عندنا يواجه مثلا مرات يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مجهود لكتابة الأسئلة الامتحانية. تشات جي بي تي ممكن أن يكون مساعد جيد جدا في هذا الموضوع. الطريقة شنو؟ أنا أخذت لها مثلا نص قليل من مادة أنا أخذها، مثلا may you give fill a blank question، أسئلة ملء الفراغات للطلاب من الباراجراف، from this paragraph. نضغط shift to enter، shift to enter، من نكتب كلمة نضغط shift to enter حيعرف بأنه الباراجراف وراء. ولنجعل الموضوع نسميه fine tune، لنجعل الموضوع أكثر دقة، نخلي الباراجراف بين شنو؟ تو كوتيشن، كوتيشن بالبداية وكوتيشن بالنهاية. أوكي؟ إيش حيسوي البرنامج؟ حيولد أسئلة فراغات عن هذا الموضوع اللي أنا بطحيه مباشرة. إذا ردت الكي أنسر، حينطينا الكي أنسر، ينطيها طبعا الكلمة بشكل مائل اللي هي موجودة في الفراغ. أوكي؟ أريد بشكل آخر، أريد multi question، نفس الشيء multi choice question from the same topic. يعني منطي topic لي فوق، لأن هو كل واحد، شوفوا كل واحد بالتاريخ حيخليه، ممكن new chart حيخليه بالتاريخ، فكل واحدة حتكون مخصصة للعمل مالتنا. مثلا هي هاي خليها إلى الأسئلة بالنسبة لهاي المادة. من نقول له multi choice question، حينطينا multi choice question عن هاي المادة اللي أنا أدخلتها له. إذا أردنا يصحح، بس إحنا الأسئلة طبعاً الأسئلة ممكن أي سؤال يخطر في بالنا، أي نوعية أسئلة، موضوعية، رياضيات، ممكن بأنه إحنا يولدها مباشرة. لكن الأفضل قلنا بأنه في بعض الأحيان يرتكب أخطاء. يعني مثلا بالامتحانات الإلكترونية كنت تقريبا أنا الأستاذ الوحيد اللي صعب الطلاب يغشون علي. شنو الحيلة كنت أستخدمها؟ كنت أدور على أسئلة أكتبها بالإنترنت، أكتبها بالجوجل، أضغط أنتر، أشوف أول 10 حلول إلها خطأ، أول 10 حلول إلها خطأ، فأجيب لهم من هاي الأسئلة. الطلاب مباشرة حيروحون لأول 10 إجابات موجودة. تشات جي بي تي ده يستخدم مرات هذه الإشكالية نفسها، بأنه حيروح للداتا بيس مالته، يأخذ الإجابات الأولى اللي موجودة، وهاي الإجابات ممكن تكون خطأ. لهذا من تخلي أسئلة أو أجوبة، يفضل شلون أنا سويت بالباراجراف الأول، أنطيته الباراجراف اللي أريد منه الأسئلة والأجوبة، على مود شنو؟ لا يروح إلى مصدر آخر من الإنترنت. هاي خاصة بالمسائل الرياضية. نجي هسه ممكن استخدام تشات جي بي تي للتصحيح، لكن التصحيح هنا التصحيح إذا كانت المسائل، إذا كانت الامتحان الإلكتروني، وهو ينصح بأنه يكون تحت مراقبة، يجب بأنه نراجعها بشريا، لأنه لحد الآن كذكاء اصطناعي ويا التصحيح بنسبة أخطاء. الطريقة بأنه إحنا أول شيء نخلي داتا سيت اللي هي مصدر المعلومات مالتنا، الحلول نخليها على هيئة جدول، نخلي الحلول مالتنا، الحلول النموذجية على هيئة جدول، نغذيها للبرنامج
على مود تكون أداة إلى أساسية. الثاني هي الفاينت تيون، بأنه الأمور المهمة نخليها ممكن بين قوسين. كذلك الأجوبة مالته ممكن نجرب أجوبة مالته، ممكن بأنه نصحح، بأنه نقول له لا هذه ما نريدها هيك التصحيح، نريده درجة أقل أو درجة أعلى. هذا يسمى الفاين تيون. هو حيتذكر إحنا إيش خلينا له، شنو القرار مالتنا، حيكون هذا القرار للإجابات البقية يستخدمها. طبعا استخدام تطبيق، ممكن بأن نستخدم تطبيق، ويجب بأنه نراجع الأجوبة، نراجع الأجوبة مالته لأن احتمال بها خطأ. وكذلك آلية فيدباك للطلاب، آلية إرجاع المعلومات للطلاب. وممكن أنت فقط بأنه تاخذ يخلي التصحيح مالته وأنت تدز الإجابة للطلاب. مثلا example، هذا المثال أنا أخذته من عنده. مثلا briefly explain the significance of the treaty of Trudeau in world history. فشي تاريخي ما أعرفه الآن. المهم كان إجابة الطالب، هاي إجابة الطالب الموجودة. شلون إحنا نخليه يصحح هاي الإجابة؟ نجي نسوي الجدول مالتنا، نسوي الجدول بالوورد أو بالإكسل. ماكو إشكال، بالوورد أو بالإكسل. ناخذه كوبي، نخليه بيست بشريط، الشريط مالته، حتشوفون بأنه طلع مخربط، طلع بس الكتابة، ما طلع الحدود مال الجدول. لا إشكال. هو احنا ما نخليه شيء، نقول له انتر، هو حيعيد ترتيب الجدول. هذا شيء من الذكاء الصناعي. حتى احنا بالبحث هسه من ناخذ اي داتا، مجرد ناخذ الداتا من الجدول ونخليها بالبرومبت مالته، بالشريط مالته، وهو حيرتبها على هيئه جدول. يعني هسه مو خليناها شيء، هو شلون حيحولها؟ حيحولها كما كانت عندنا الى جدول. الجدول مالتنا كان الجواب، الدرجة، الفيدباك، الرد مالتنا. اوكي، الجواب، كل جواب مثلا، الأجوبة المحتملة، الدرجة ايش قد ينطيها، والفيدباك للطالب. اوكي، هذا احنا اعطيناه الأجوبة، فهو حيصلح على هذا الأساس. مثلا هذا مثال ثاني اريد منه مناقشه. هذا المثال بدون درجه، او الدرجه مالته احنا الشخص ينطيها، لكن احنا نريد مناقشه المقاله الخاصه بالطالب. الطالب كتب لنا مقاله في موضوع معين ونريد نناقشها. بدال ما يناقشها الاستاذ نفسه كل وحده، ممكن نخلي الشات جي بي تي هو يناقشها لوحده. شلون؟ نفس الشيء، مثلا أنا كتب الموضوع مثلا discuss causes of the French Revolution، اشرح أسباب الحرب الفرنسية. المثال هم من عندي، أنا ما تعبت نفسي بهالموضوع. كتب الطالب مقالة معينة، الشات جي بي تي حيرد على الطالب ويقول له بأنه الإجابة مالتك ليست جيدة، ويشرح له كل شيء، ليش يعني شلون ممكن يحسن نفسه في كتابة المقال، وشلون تكون إجابته أفضل. أوكي، هاي كل النقاط اللي جاوبها مباشرة. هذه في حال إحنا ردنا نحسن كتابة المقال، كتابة مقالة معينة في موضوع معينة للطلاب مالتنا، ما بها درجات، أو ممكن الأستاذ يخلي لها درجات بشكل منفصل. نجي هسه على التدريب، كيف يكون الشات جي بي تي مساعد وأساسي في التدريب؟ طبعا من خلال اقتراح المحتوى، من خلال اقتراح أمثلة، من خلال اقتراح النقاط الأساسية الأوتلاين للكورس ستراكشر، وأمور أخرى. يعني مثلا توليد الاوتلاين، كريشن النقاط الاساسيه، شرح هاي النقاط، ماتيريال النقاط ممكن يشرحها، وكل نقطه ممكن بانه يقول لنا ايش نكتب بيها، ويوفر ماده للتدريب مالتنا.
ممكن بأنه يقول لنا فعاليات أو فعالية أثناء التدريب، ممكن يوفر لنا يعني تدريب للمتدربين، يعني مثلا ألعاب أو أمور تنشيطية، ممكن يعطي أمثلة حقيقية أثناء التدريب، ممكن يعطي assignment اللي هي مهام للمتدربين، وممكن بأنه يعطي همينة تصميم معين إذا ردنا منه. خلنا ناخذ مثال، مثلا أنا أريد أكتب الأوتلاين مال الدورة، وهذه الدورة أريدها تنقل إلى الباوربوينت وأني أكمل الشرح، ما أريد منه بأن يكتب لي شرح، أنا أريده بأن يكتب لي النقاط الأساسية مع العنوان، وهذه النقاط أريدها تنقل كسلايدات في الباوربوينت. شلون أسوي هذه العملية؟ أوكي، خلينا نشوف خطوة بخطوة. أول شيء كتبت له write title and outline about e-learning course، اكتب عنوان والمواد الأساسية أو النقاط الأساسية لدورة عن التعليم الإلكتروني. هنشوفها بأنه كتب عنوان وكتب introduction واستمر. طبعا العنوان ممكن إذا ما عجبنا نقول له give another suggestion، أعطيني بدائل أكثر، حيعطيني بدائل عن عناوين أخرى نختار منها حسب ما احنا نريد. من كتب هاي نقول له give me example how we write outline about e-learning، او هو نفس الكورس same courses in HTML، فحيكتب لي اياها بلغة ال HTML. انا ليش اريدها بلغة ال HTML؟ ال HTML بتنسيق معين، لانه انا شخص اريد اعتمد على الذكاء الصناعي 100% وكسول قليلا، فما اريد بانه اودي الكتابة للباوربوينت وأنا أرتبها، أريد الترتيب اللي يكون الكتابة مع الترتيب مالتها. لهذا فحقول له يكتب لي، يحول لي هاي الكتابة إلى HTML language، إلى لغة ال HTML. بس أنا ما أقدر أقول له give me the code direct، لأن إذا أقول له give me the code شو يعطيني؟ يعطيني خطأ أو يقول لي أنا ما أستطيع. فأنا شو أكتب له؟ give example، مثل ما إحنا أخذنا، أعطيني مثال عن كتابة هاي الكود. حينطيني الكود كله بلغة ال HTML، وأقول أقدر أقول له كوبي كود مباشرة. طبعا هنا هذا ال 3.5 تشات جي بي تي 3.5 بلس. الفور شنو فرقه؟ ما ينطيني هاي الشاشة، يعطيني شاشة اعتيادية، يعني ال 3.5 بلس شوية أوضح بأنه أقدر أنسخ الكود من فوق. بس هذا الفرق. المهم آخذ الكود أروح إلى نوتباد، ملف نوتباد اعتيادي، أنزل الكود بي، أسوي له سيفاز، أغير اسمه، أهم شيء بالاسم مثلا learning dot لازم أخلي dot html، أهم شيء هذا learning dot html لازم الاكستنشن مالته أذكره بالنوت، وأقول له سيف. صار عندي هنا تشوفون ملف مثل مال الانترنت اللي هو الاي ليرنينج اللي احنا خلينا بيه الدوره مالتنا. هذا اذا نفتحه بالاوفيس، نروح للاوفيس اوبن، او نقول له اوبن وذ اوفيس وورد للبرنامج الطباعه، شلون حيطلع؟ حيطلع لنا بهذا الشكل. اذا هاي الفره مالتنا كلها على مود يطلع لنا بهذا الشكل. اوكي، ما نحتاج احنا ننسق، هو نسق اوتوماتيك، اعطانا التايتل واحد والهيدنج كل واحد واحد. هسه شلون النقله للباوربوينت؟ الباوربوينت او الاوفيس كله بي اوفيس اونلاين، يعني اكو اوفيس كامل اونلاين اللي هو 365، هذا ممكن نشترك بيه وممكن نسوي لنا حساب مجاني. فهذا الاوفيس، هذا الوورد 365 دخلت له من الانترنت، سويت حساب الاوفيس 365 وكتبت، اخذت الوورد مالته
اخذت الكوبي سويت بيست هنا، صارت بهالشكل، صارت بهالشكل. شو اسوي الخطوه الثانيه؟ اكسبورت من فايل، اكسبورت، اكسبورت تو باوربوينت. بالوورد الاعتيادي من تفتح الاكسبورت ما حتلقى اكسبورت تو باوربوينت، لكن الوورد الاونلاين حتلقى بها هاي اكسبورت تو باوربوينت برزنتيشن. حيطلب من عندنا اختيار التصميم، نختار التصميم، وممكن اكو اختيارات عديده، نختار التصميم ونقول له اكسبورت. خلص، your presentation is ready, open a presentation. هذا فتح لنا اياه ك سلايد شير باوربوينت، وين هذا لحد الان هو دا يشتغل بال باوربوينت اللي موجود اونلاين، مو الباوربوينت اللي موجود عندنا. هنا ممكن احنا شوفوا السلايدات كامله، ممكن بانه نضيف اي شيء احنا نريده، ممكن نغير، ممكن هنا الفرق شغلتين بس واحده. احنا هنا ممكن مباشره من الايديتنج نروح للايديتنج، ممكن بانه نفتحها بالاوفيس مالتنا، اذا كان الاوفيس مالتنا بالحاسبه اوفيس مدفوع حقيقي مو الاوفيس المهكر. اذا اوفيس مو حقيقي لا نسوي له سيف منه، و المكان اللي احنا نسيف به نفتحه حينفتح بالباوربوينت مالتنا، ما ينفتح بالباوربوينت الاونلاين. لكن اذا كان عندنا نسخه مدفوعه من الاوفيس حنقدر نسوي العمليه التاليه. من الايديتنج اوبن ان ديسكتوب ابلكيشن، حيعطينا تحذير بانه حيفتح برنامج، نقول له اوبن، حيفتحه بالباوربوينت الخاص بينا. هاي الخطوات لتحويل اي نظام او دوره الى باوربوينت مباشره، من تشات جي بي تي الى باوربوينت مباشره. تقريبا خلصنا، واحنا خالين اليوم اكثر شيء للاسئله. نجي اكو هذا الموقع اللي هو موقع جديد، بعد جديد الموقع، به خيارات جدا حلوه علما للاساتذه و المعلمين. اسمه اي اي فور تيشرز، الذكاء الصناعي للاساتذه. خياراته بعدها محدوده لكن بيتوسع وبأمور جدا جيده. شنو هاي الامور اللي موجوده؟ هنشوف. طبعا ممكن نسجل، نسوي ساين ان، حيطلب لوجن او باسورد، او ممكن نروح للساين اب اذا ما عندنا حساب على مود نكون حساب. نخلي المعلومات الاساسيه ونقول له سبميت. فتح لنا هاي الاي اي تيشر، هذا البروفايل الخاص بينا اللي ممكن نضيف به ريسورس، وممكن نرجع للهوم الرئيسي. نشوف بالهوم الرئيسي ايش عنده؟ عنده كورسات، كورسات للتدريب، اكتيفيتي، من نختار اي كورس حيدخلنا للكورس من جامعه معينه او من موقع، والكورس بيه سيرتيفيكيت، تصميم سيرتيفيكيت، وبيه كل مادة، يعني كل هي هاي المادة مثلا المشين ليرنينج، كل جزء منها شارحة بفيديو ومدة هذا الدرس على شكل دروس. بمناهج، ذاك كان الريسورس، بمناهج كاملة مثلا. طبعا المناهج لحد الآن يعني قليلة مو هواية، فمثلا تقديم انترو تو ارتفيشال انتليجنت، حيعطينا منهاج كامل للطلاب. هاي احنا تقريبا اليوم خلصنا استخدام تشات جي بي تي في التعليم، ومثل ما تشوفون الاستخدامات مالته واسعه واستخداماته مفيده جدا في تطوير العمليه التعليميه اذا استخدم بشكل صحيح. هسه إذا أمكن دكتور علي تفتح الآية،
نسمع الأسئلة بخصوص الموضوع مال اليوم.